اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسر، وإن كان قليلاً فكثره، وإن كان كثيراً فبارك لنا فيه. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وصلاتنا وزكاتنا وصيامنا وقيامنا. علينا العمل والسعي، والمولى يرزقنا بزكاتنا بتزيد أرزقنا. زكاتك وصدقاتك في مصاريفها الشرعية تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. زكاتك بركة حياتك، زكاتك في بيت الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.